نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم صارت في الصعيد المصري عام 2011 في قرية صغيرة، سكانها عيشوا من الفلاحة مستكفين برواحهم، ما يصير عندهم حتى شيء، حتى حكاية الثار والشرف يشوفوها في المسلسلات المصرية متاعهم كيفنا. وقضية اليوم مع نادي. نادي هذا اسم ماهوش دالج برشا، والمعنى متاعه حسب قاموس الأسماء السخي الجيد، لكن نادي متاعنا حكايته يندلها الجبين، وخلينا نقوله أنها غريبة برشا وتنجم تتأول برشا تأويلات. لكن ما نسبقوش الأحداث، خلينا نبدأ من الأول. بعد المدح بالمكمل هو بقلب خاشع وسايد، أحكي في سيرة وأكمل قصة بطلنا. نادي اللي نحكيه عليه فلاح بن فلاح، بوه ماهوش من الملاكة الكبار متاع الأراضي وما عندوش فدادين، خدام أحزان هو والميسرة، كان الأرض جابت دبرها، كان ما جابتش رزقه على الله كما يقولوا. نادي اتربى في وسط جوجاجة متاع صغار في دار صغيرة وظلمة، أمه حمالة أدراك كانت تعاني فيهم قرابة الثمانية فوق خلوص بعضهم، ايش يوكلهم واش يلبسهم ايش يرقدهم واش يبعثهم للمكتب اللي يبعد 5 كيلومتر على القرية. نادي في الوسط قدام 4 وراه وثلاثة مفلح فيهم حتى واحد في قرايته، الكلهم طبعوا ثنية بوه، شي في الغيطان معناها في الأرض، وشي آخر يسرح بالهوايش، وكل واحد يعاون باللي نجم. وقت اللي خرج من المكتب سينادي هذا خدم عند واحد يبيع في الزريعة وفي الحشيش، هاوك حاجة وحويجة، اللي يحب يزرع يلقى عنده ما يلزم، واللي عنده جيعة ولا مرض يجي يفرز من الحشيش، تي الحس الطبيب يداوي والفرج على الله. السيد اللي يخدم عنده نادي بطبيعة الحال اختصاصي في الشعوذة، ويجيوه من كل بلاصة باش يعطيهم مكتب مك الحاجات اللي تنحي عليهم التابعة والغمة والحسد، واللي تجيب مكتوب الصبية وتحل باب العرش قدام العازب، واللي زاد لا ناس يا لا عتبة يولي مبخوت وظهره يكسر الحجر. الحسر مش لازم نحكيه لكم أكثر على هالتجارة المربحة برشا، لأنه راس مالها الشيطنة والتحايل وسلعتها الأوهام. سينادي انهاره بكله يعديه في المخزن متاع الزريعة والحشيش، أهوكا كي تجي سلعة يطلعها للسدة، وإذا جاء واحد يسلع هو اللي يهبط كل شيء ويحطه على الكاريتا. هذا بخلاف القضيات اليومية، هز الفلان جيب من عند فلان، هز الفلتانة جيب من عند فلانة، ما يركحش بالكل. اللهم إذا كان جاوا نساء للحانوت يلوجوا على حشيشة عقار ولا كتيبة وتعزيم، نادي وقتها يلبد ويقعد يتبع فيهم بعينيه من بيت. احنا في الصعيد ونساه غادي حتى كي يخرجوا ويبدأوا متلحفين وجوههم ما تتراش. اللعب غادي مع الحريم مخطر برشا، في ساعة ما تشعل النار وتتجبد المقارن والباقي ماكم تعرفوه في المسلسلات. نادي محور القضية متاعنا كان يتفرج برك، وكيما الشبيبة الكل متاع القرية يبدأ يمني في روحه ببنية الحلال اللي يملك بها نص دينه وتتحل معها جوانحه وينسى الميزيريا والوحدة متاع العزوبية. أخوة نادي اللي أكبر منه 3 أولاد وطفلة كلهم معارسين، الكبير واللي أقل منه مشاو لمصر للقاهرة يعني، والأخرين قعدوا في نفس القرية. نادي بدأ يحلم بلي باش تمل عليه الفراغ وتخرجوا من اللي هو فيه، ابدا كما يقولوا يخسر. اعمل جرد كامل لبنات القريه، كل وحده جبدلها الفيشه متاعها وقعد يشوف في البيانات،
وهوك ساعة ساعة كي يبدأ مع صحابه قاعدين يشيشوا ولا يلعبوا في الطاولة، وهذه لعبة مشهورة برشا في مصر خاصة في القاوي متاع المدن. سين هذه وقتها يجبد معاهم الحديث على فلانة ولا فلتانة ويسمع منهم باش يكمل البيانات اللي عنده. أصحاب نادي فهموه اللي هو حب يستحسن، وبدأ كل واحد منهم يدبر عليه في أش قولك في هذه، مش كان تاخذ بنت عم فلان خير وكل دبارة ودبارتها. اللي ينصحه باش يقمر بنت فلاح عنده برشا فدادين، واللي يقوله تحب تطلع فقري كيما بوك مو ذنبا على مستقبلك بطبيعة الحال، واللي ينصحه باش ياخذها قارية واصلة وعندها شايد عليا باش ينوب عليه ربي ويعيش في القاهرة كيما الخلق الكل، ولا الميزيريا متاع هكا البلاصة اللي عمره باش يمشي فيها زريعة وحشيش. النادي أعزم وكلم أمه كما الشبان متاع القرية هذيك ومتاع الريف المصري بصفة عامة، كلمها باش تشوف له بنت الحلال ترحمه من العزوبية كما قالت الغنية، العزوبية طالت علي. الأم من حينها خدمت المخابرات اللي عندها الكل وقالت لهم ينسنسول على بنية باهية لولدها، وبعد البحث والتمحيص بدأت الاقتراحات توصل وتعمل مجلس موسع يضم الأم وبناتها واخواتها وكبار الحومة كما يقولوا، وكان الاختيار على بنية اسمها رقية مازالت كي غلقت 20 سنة. بوها فلاح وأمورهم نسبيا باهية ومعروفين بالكذا، وحتى واحد ما قال فيهم كلمة خايبة. أهلا أهلا الطفلة رقية بنت الحسب ونسب اتخطبت النادي ولد الحسب ونسب اللي يزيد عليها 5 سنين، وتفاهموا زوز عائلات المتصاهلين على موعد العرس والجزئيات الكل من المسكن للزهاز لنهار الفرح ومصروف. وفي مصر كما تشوفوا في مسلسلاتهم وافلامهم العروسات بالبدوع اكثر من بلادهم. اليوم الموعود جاء اللي سينادي يستنى فيه في الدخلة، وباش يدخل فيه للقفص الذهبي اتفرشت الزرابي، اتعلقت لمبوبات وشعلت، اتحطت الكراسي، اتنصبت الكوشة، مش كيما عنا متاع الخبز. الكوشة في مصر هو كرسي التصديرة. جاو الطبالة والزكارة والغناية، وتنصبت القدر والتناجر والذبحة القواميس والمعيس، تخلطت الشربات وجاو المعازيم وليلة للصباح. اسمع يلي ما سمعتش، نادي عرس برقية، واللي سمع يقول للي ما سمعش. بالنسبة للنادي الليلة هذيك باش تبقى له في الذاكرة متاعه بقية عمره، لكن الحاجة الوحيدة اللي ما زالت له هي رقية. هو خذاها لا يعرفها ولا تعرفه، صحيح شافها وحكى معها دو بلاش مش برشا، أما مازال ما ثماش بيناتهم لا رابطة لا عاطفة. الأمور هكاك ومش في الصعيد برك، في برشا بلدان قعدت محافظة. المفيد يعرسوا من بعد يتعرفوا على بعضهم، وهذاك علاش أغلب الزيجات تتبلبز من أولها. عاوز حاجة؟ عاوز أمسح على العروس. ومسك؟ لسه يا بنت لسه. طب عشان نتأكد إني ماسك يدك دلوقتي اضربني بالقلم. الأمور ما بين نادي ورقية مشات، وبشوية بشوية القلوب قربت لبعضها، ومشروع العشرة ولا حب التمام والكمال. ونادي ولا كل يوم يروح يجري للدار باش يرى رقية ويقعد معاها، وهي تبدأ تستنى فيه بدقيقة والدرج وقتاش يدز الباب ويعاودوا ليلة الدخلة. وهيك هي تحضر له فطوره ولا عشاه وتحكي له شنو اللي صار نهارتها بالباء والتاء، أشكون جاء أشكون شافت وشنو اللي سمعت. الأيام بدأت تجري، وفي ساعة ما نادي ورقية ولاو كيما حيونة وحيون متلازمين، يحبوا بعضهم يخافوا على بعضهم، وحتى واحد منهم ما عاد ينجم يعيش من غير الآخر. ده سيدي وتجراسي وسيدي اللي خلفوني كمان، ده هو جوزي وهو حبيبي وهو يدي كسوف يدي كسوف. نادي ابقى مع السيد اللي بيع في الزريعة والحشيش، والمعلم متاعه كان فرحان به برشا على خاطره لي الثقة، لا عنده لا زايد ولا نقص، وخاصة البلاد عن سال يجيوا الحانوت، ولا واحدة شكات منه ولا قالت عنده خزرة حرشة ولا دونية. نادي مسوار ولا باهي وما عادش تعب كما قبل،
من اللي عرس عارفه دخل واحد آخر يخدمه معاه، وهو اللي ولا يهز ويطلع في بلاصة نادي. الحد الآن الأمور سمن على عسل كما يقولوا في مصر، ونادي فرحان برقية مرته أكثر من فرحته بروحه، وزيد وقت اللي يسمع العباد يشكروا له فيها يزيد فخر على فخر. لكن هالجنة هذه طلع ما فيهاش بريكاجي، ونهار باش تتفرعس الأمور وتتقلب، وملي كانت سعادة وهناء باش تولي مأساة. في يوم من الأيام نادي حس روحه متزيلف وخاف لا يكون خذا هواء، شاور عارفه وهز روحه وخرج قبل وقت العادة ومشى لداره. نادي خلط ودز الباب كي عاته، وهالعجاجة اللي خارجة دزته جملطوخ. ونادي ما فهم إلا ما شاف مرته بشطر حوايجها حافية عريانة تجري وتصيح. من حين قام ومشاته للبيت النوم، ودوب ما دخل بدا يفهم اللي صاير، يلقى واحد ما يعرفوش ولا عمره شافه بمريو الخلعة وسليب واقف ومبهدل ويلوج كيفاش باش يهرب. من حينك سي نادي نادى بيه، نقز عليه وبالغل طيحه وبدا يرزم فيه بالبونية في وجهه في عينيه في فمه في نجات جات بالعمل لك راسحه دمدمت، يضرب 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 ويقول ما ضربتش ويسيح على طول صوته. السيد بحرارة الروح صل روحه واعطى على ساقيه، ورغم اللي نادي جاب جرته ما خلطش عليه، طار تيران ذاب كل ملحة. نادي ادخل بعضه ولا يرعش يخلي من داخل ومستعد يعمل جريمة، موش مصدق اللي شافه. كيفاش مرته رقية اللي لا تخبش لا تدبش وراسها ملحشيش ما يتهزش تعمل فيه هك؟ كيفاش تخونه بعد هالعشرة وهالحب الكبير اللي فيه زعمة ولد بيناتهم؟ وبشوية بشوية كيبدأ يبرد ويرجع له شاهد العقل، افهم أنه العملية واضحة، خيانة زوجية لا غبار عليها. السيد اللي كان مع مرته عشيقة، وكي هي سمعت الباب تحل قالت في الحماية ستار، خرجت حافية عريانة ودزته في ثنية وما كانش عنده حتى حل آخر. شنو اللي بش يعملوا نادي؟ مشكلته هو الشرف متاعه وخاصة في السعيد. مشكلة السعيد الكل هي الشرف، لو كان الناس تسمع باللي صار وفضيحته بقلاقل كما يقولوا المصاروة. ونادي ماهوش مستعد باش يواجه الفضايح والكلمات والسلامات، ماهوش مستعد يولي طرطور في وسط العباد. هذه أمور ما يحبش يخلطلها وما عندوش لها جهد وصعيب باش يواجهها. شنو اللي يستنى فيه من بوه ومن أمه ومن عائلته وأهالي القرية الكل باش يولي منعوت بالصبع، باش يولي وصمة عار في هكا البلاصة؟ لا، يلزم يلقى الحل. النادي خرج من الدار وجاب ربي دار وجات بعيدة على الخلق، ما كانش فضيحته فضيحة كما قلنا، وراهم الجيران بكل فزع وعاري ولابس ولا فرجة. الحصل وقف قدام الباب حتى لين تعدى غشير صغير ماشي يلعب مع أصحابه، قال له إيجا يا طفل جاه برا شوف لي خالتك رقية خرجت مشيت من هنا، قول لها راهو عمي نادي يستنى فيك وقال لك ما صار شيء، إيجا نحكيه. بطبيعة الحال باللهجة المصرية متاعهم. كيفاش نادي جاته هالفكرة هذه باش يبعث طفل صغير؟ أشكون قال اللي باش يلقاها؟ ماهوش مهم، المهم هو أنه نادي حاول محاولة لعله وعسى تخطف. الطفل صغير مشى يجري ويعاود في الكلام اللي سمعه باش ما ينساهش، ونادي شعل سيجاره وقعد يستنى. نادي كان مأيس، والطفل اللي بعثوا هكاكا كما يقولوا باش يقطع الشك، لأنه كان يتصور أنه رقية مشات طول لدارهم وهو ما ينجمش يخلط عليها، يخاف ليكون حد سمع السياحة متاعها وشافها تجري. اللي مطمنوا أنه ما دار بيه حتى حد، على خاطر في العادة وفي الصعيد وقت اللي تصير حاجة في ساعة ما تتلم الحضبة. يمكن ما صار شيء على خاطر وقتها الدنيا مغرب وبدأت تظلام والناس شادة ديارها. نادي بقى واقف ياخو يعطي مع روحه، يحب يعرف السيد اللي رقية تخون فيه معاه، زعمة أول مرة، زعمة مستانسة، زعمة العلاقة عندها برشا، يعني قبل ما يعرس هو ما فاقش بها. هو يغلي هكاك وماكل روحه بالتخمام ويشوف في زامولة جاية من بعيد قدامها هكا الغشير اللي بعثه.
ثبت منيح يلقاها رقية، لكن زعما شكون اللي اعطاها لحفة وشلاكة؟ وفوق من هذا جاية بساقيها، هاي رقعتها صحيحة. ما نطولوش عليكم بحديث، رقية دخلت وبدأت تحكي لراجلها وتبكي، وقالت له الباب دق وهي حلت باش تشوف شكون، وواحد دزها ودخل. رقية حبت تحكي على اللي صار وتفهم راجلها نادي أنها عملية متاع اغتصاب من شخص غريب صدم عليها وهو ما خلالها حتى فرصة. حكاية الاغتصاب هذه بالطبيعة ما دخلتش المخ بالكل، رجع يغلي أكثر من قبل وشد صحيح باش يعرف السيد شكونه. المسألة مهمة برشا بالنسبة ليه، لأنه في الصعيد اللي خذالك شرفك يلزمه يموت، وحتى المرأة اللي تعداو عليها يلزمها تتقتل باش ما تجيبش العار لما ليها. نادي ما نجمش يقبل الحكاية متاع مرته، وفي لحظة عينيه ظلامه وخنق مرته بديه الزوز، وماشي هو ينزل 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 حتى لين عينيها زحزت وتلولبت ونفس تقطع، شخرت فرد شخرة وطاحت جات مسبولة. ايش باش يعمل سينادي؟ قعد يمشي ويجي في هكا الدار يخممش باش يعمل، ومن هنا جاتو فكرة. الفكرة هي انه يزيد يستنى حتى يتيح الليل ويهز يدفنها في الجبانة. الجبانة او المقبرة ما هيش بعيد على داره، واللي يلزم نعرفوه انه المقابر متاع المصريين حتى في الصعيد ما همش كما متاعنا، يدفنوا عائلة كاملة في نفس البلاصة، تكون مسقفة وتتسكر بباب حديد، وأغلب الأحيان المقابر هذه تكون تحت الأرض كيما ليكاف عند المسيحيين، وقت اللي تدخل لهم تلقى سرداب طويل وظلام يهزك للقبور. الحاصل بلايس موحشة والناس تخاف تمشيلها ولا تدخل لها. النادي استقر رايه على الفكرة هذه، يدفن رقية في قبر من القبورات ومن بعد يلقى حكاية يبعد بها على روحه التهم، خاصة أنه الوليد الصغير ينجم يشهد، والجيران ممكن ياسر سموا حاجات وينجموا يحكيوها للشرطة إذا كان دخلت على الخط. المفيد نادي خرج رقية رماها على ظهر ربهيم ومشي للجبان. واحدة واحدة وهو فاك الليل عروقات وشرتلة مبهذل ماهوش فاهمش قاعد يعمل، اخلط للتربة المسقفة وبظهره لقى بابها محلول ومش مسكر بكوبة، ادخل وفي ساعة ما رد الباب. نادي في طبعه خواف كبير، وقت اللي دخل وسكر الباب الباب قزقز وعاود تحل. نادي شعره قف وجراج مشاحت، ولا يتكرم وحده يسمع في تحتويش وتخربيش وصوت موح جاي من قاع القبر بتقول أرواح تتكلم، لكن في الواقع هو الريح وقت اللي يدخل يعمل سفيف. الحاسب نادي بدأ يحفر في القبر ويديه ترعش وسقيه ترقل، لما دش عنده من شجاعة رمى رقية في هكا القبر ورد عليها ردم. نادي الرعشة ماكلته من الخوف، يرقل من فوق اللوتة هو هكاكة ويتخشم في وجهه، هو صاح من الخوف والحجر كلاه تقول الشيطان ويرجمه فيه. من حينك نادي صاح وقريب يضربه الفالج وبوس فير، ومقابلة طول عطاه لسقيه للباب، وهكا الباب يعمل هكا ويتسكر عليه. الباب حديد وفي الليل وفي جبانة، نادي جاه ماد طوله أغمية عليه. الحكاية شنية؟ اثرنتو طويل الليل معشش غادي مع الحس والحفران والسياحة كطيور الليل حبوا يخرجوا، وجا في عرضتهم نادي وهو يسخيلهم جنون وارواح يرجموا فيه بالحجر. نادي في هكا الجبانة في وسطك التربة شاف الجنون والعفارت والعبابث والأرواح متاع الجبانة الكل، ويزيد يشوف في مرته رقية خرجت من القبر من تحت كردم حال ليديها وجايته. نادي يا نادي، بناجي عليك يا نادي، دانا قصتك رقية، دانا حبيبتك، ازاي هنت عليك يا نادي وقتلتني، دانا بريئة يا نادي بريئة. نادي داخ من الفجعة وفاق من الفجعة أكثر منها، خلى فاسه وبهيمه وعطى على ساقيه طول الدار. وفي
وفي هيك الهزع الأخير من الليل كما يقولوا، سينادي قعد يرجع في الفيلم نتاع اللي عملوا الكل برشا مرات. قعد يتذكر كيفاش خنق لقية ودخلوا الشك، قال زعما تطلعش مظلومة المسكينة، تطلعش اختلتها هكاكا من غير سبب وهي بالحق ضحية متاع اغتصاب من شخص غريب. نادي ولا في حالة نفسية صعيبة، وبعد أخذ ورد هز روحه ومشى لمركز الشرطة وحكى لهم على اللي صار الكل. التامة والعامة تلمت وهزوا نادي معهم ومشاوا للقبر. النقيب محمد صلاح والشاويش اللي معاه حلوا لبيب ودخل. الدنيا البرة ما زالت ظلام والداخل دهسة، ورغم أنهم بوليسية ما همش ناقصين خوف، استوحشوا ولاو يسمعوا في الأصوات وهي بتبيعتها أصوات ريح. الشاويش قالوا ظهر لي قيمنا الموتى يا سعادة الباشا. أموت إيه بلك كلام فاضي. والنقيب هو بيده مسكين قلبه في الرعايدة. بطبيعة الحال نادي ما نسيناش، يتبع فيهم من تالي، اتخل معاهم على أساس باش يوريهم البلاصة اللي تفن فيها رقية. قعدوش يدرسوا مع بعضهم، وكاللوم دو بوش اللي جابها النقيبة معاه تنوس ضعيفة دوما شعلة تطفات كيما الديبيم تاع الانترنت عندنا. وما هكاكا في وسط الكاف عينيهم على كتافهم، والنقيب محمد صلاح صاح سيحة شقت باب العرش وبدا يتهز ويتنفض وحده. ومن بعده الشاويش مش صاح برك، سرواله تبل بالماء صغير وكمل عليه المال كبير، وما الخوف طاح ما في عينه بل. شنو اللي صار؟ يد خرجت من تحت التراب وكبشت في ساق النقيب، ومش كان هو برك، يد أخرى كبشت في ساق الشاويش. الجماعة دخلت فيهم غولة وترعبوا، ما فهموش شنية اللي صار، شنية هالأرواح اللي قامت وخرجت من تحت التراب وكبشت في الأحياء. بقية الأعوان اللي قعدوا البرة كي سمعوا السياح دخلوا يجريوا، يلقاوا النقيب يفارع ويد مكبشت له في ساق. الحاصل خو ماذا في هكا ظلام، والأعوان اللي دخلوا شعلوا لي لومب متاعهم. وقتها ذوات الدنيا شوية وفهموا اللي هي لا هي عبيثة ولا هي أرواح، اللي دين يدين رقية أعمرها مازال في الدنيا وربي كتب لها لحياة. الحاصل بداوا يربشوا في التراب ومنحينهم خرجوها بحرارة الروح. رقية باتت ليلة كاملة مدفونة غادي، ونادي في باله اللي هو كيخنقها ماتت. الإسعاف جاء ورقية هزوها للسبيطار، اتحطت تحت العناية المركزة ومنعت بأعجوبة من الموت، لأنه مستحيل حد يدفنوه حي ليلة كاملة تحت التراب وما يموتش. الناس وأهل القرية ولاو بالطبيعة يألفوا ويلحنوا في الحكايات، قالوا لي رقية جن مجنون ومن تحت يديهم، وفيهم اللي قال المرأة هذه معتيلها وتنجم تبري المرضى بما أنها تحكي مع الجان وقريبة منهم. رقية في التحقيق وفي الرواية متاحة على اللي صار نهارتها ماهيش مطابقة للي قالوا نادي. حكيت أنه واحد ما تعرفوش دق عليها الباب، وقت اللي حلت دزها وكركرها بالقوة وهي تسيح، لكن بما أنه الدار كانت مطرفة حتى حد ما سمع السيحة متاحها. وفي اللحظة اللي بدأ يقطع لها في حوايجها وينحي في حوايجه واللي هي جلبية بطبيعة الحال عنده ما ينحي، جاء رجلها نادي وهي استغلت الفرصة وهربت، والبقية تعرفوها. نادي فهم وفهموه اللي هو ظلم مرته وندم على الفعل متاعه، لكن تحكم عليه 5 سنين حبس بعد ما الحاكم راعى ظروف التخفيف الكل، وبعد ما محكمة كاملة شافت مرته كيفاش تبكي وتسيح وتطلب منهم باش يخفوا عليه العقاب على خاطرها تحبه. رقية تحب الراجل اللي خنقها وتفنها حية. بعد الحكم ودخول نادي للسجن، العلاقة بينه وبين رقية قعدت كما هي، تمشي له للحبس وتقعد معاه. ونختم القضية هذه بجملة قالها نادي حرفيا على رقية: أنا فخور بما فعلته، ولو كانت زانية فعلا سأكون فخورا أكثر. اللي فاتته حلقة اليوم ولا غيرها من اللي سبقوا ينجم يسمحها عشان يوتيوب متاع إيفام. ما تنساوش باش تحطوا جاماتكم وجادوراتكم على الحلقات اللي تسمعوهم. جاماتكم هي جمع جام، جادوراتكم هي جمع جادور.
ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهجي التريبيونال، وتسمعها كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على إيفام أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.